يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هل يقول الكفار هذه الآية عندما يرون العذاب في الآخرة؟ إما أنهم يقولونها عند حصول البعث، وإما أنهم قالوها في الدنيا، يقولون إن كان محمد صادق فيما يقول أننا سنبعث ونحن خاسرون، هذا من باب الاستبعاد، باب الاستبعاد. نعم.